مميز من خلال تواجدي الشاهينية عبد الله بن محمد بن أحمد بن عباد الهاملي، يصل في هذه اللحظات ويقدم هذه الاندفاع والوصول الآخر، هذه القادمة، هذه لسلطان بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، يقدم لنا لفحة. وصل في هذه اللحظات، خذت المركز السابع، المركز الثامن يتقدم أيضا هناك مع العزرة، سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي وصل في هذه اللحظات مقدما لنا هذا الاسم وهذه الاندفاع على المركز التاسع، بينما الوصول الآخر هذه أيضا غارة، خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي يصل في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذه المنافسة الرائعة، هذه المنافسة القوية. وصلت غارة العلي بن بطي بن عبيد الأغفلي. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى الحذرة. سعيد بن سهيل بن هاشل العامري يتقدم بسهيل ويقدم لنا الحذرة، بينما منصورة يأتي مبخوت بن محمد بن لوتية العامري يتقدم مع منصورة، أحد الأسماء القوية والعملاقة التي تشكل هذه الانطلاقة على المركز الثاني، المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظات الشاهينية عبد الله بن محمد بن عباد الهاملي. المركز الرابع، لفحة لسلطان بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، الدخول الآخر من خلال صوغة حميد بن سعيد بن عامر النيادي يتقدم. هذه الخمس المراكز الأولى، ناخذ المركز السادس، الوصول في سادس المراكز العزرة، سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي، بينما هناك شعار الرفيسة مع نواهي عبد الله بن خلفان بن علي. الرفيسة الاكتبي وصل في هذه اللحظات وتقدم من خلال هذه الانطلاقة وهذا الأداء المتميز كما تشاهدون عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، هنا بهذا الانطلاق الجميل مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هذه اللي وصلت أيضا اللي هي فزعة لسيف بن محمد بن هزيم المنصوري. هكذا النتيجة، هذه الأسماء، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. أيضا الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري يتقدم في المركز الأول، يدشن الكيلومتر الأخير. وصلت منصورة ومبغوت بن محمد بن لوتية العامري، من قدم لنا زحل في بداية موسم العام الماضي، يقدم منصورة، بينما الوصول الآخر والدخول من الشاهينية عبد الله بن محمد بن أحمد بن عباد الهاملي يصل، ولفحة القادمة لسلطان بن سويد بن زايد بن جشمان المنصوري، بينما نواهي القادمة في هذه اللحظات عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، منصورة وعكس الصورة يا عبد الكريم شلبي مع منصورة وباللوتية، باللوتية مبخوت بن محمد باللوتية العامري، يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه الاندفاع على المركز الأول. الله، الخمسمائة متر الأخيرة، وصلت نواهي، وصلت نواهي، ووصل بن قشمان ليتقدم مع لفحة، ولكن منصورة ولفحة، الرقص وثباوي، الرقص وثباوي أيضا يتقدم. هناك سلطان بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا لفحة على المركز الأول، على الصدارة الأولى يتقدم. مشكور يا مبارك يا بن سويد، يا بن زايد، يا بن قشمان، تهانينا لسويد بن زايد بن قشمان على هذا الفوز. سلام إلى الوثبة، سلام، سلام إلى الوثبة، سلام على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. إذا بن قشمان يسجل اسمه بأحرف من ذهب. نواهي في المركز الثاني، عبد الله بن خلفان بن علي رفيسة منصورة في المركز الثالث، مبخوت بن محمد اللوتي العامري المركز الرابع. وصلت فيه الشاهينية عبد الله بن محمد بن أحمد العباد الهاملي. والمركز الخامس الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة هنا من خلال أول أشواطي هذا الصباح، حيث لفحة تهدي سلطان بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، وتهدي سويد بن زايد بن قشمان المنصوري هذا الفوز. تهانينا لمبارك بن سويد. 6 دقائق
7 ثواني وجزئيني من الثانية. تهانينا الراعي مصيحة على هذا الفوز وتهانينا لمبارك بسويد. المركز الثاني كانت نواهي بست دقائق 8 ثواني 8 أجزاء من الثانية. عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسل اكتبي. والمركز الثالث وصلت في منصورة. هناك مبخوث بن محمد بن لوتية العامري بست دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مركز رابع الشاهينية عبد الله بن محمد بن أحمد بن عباد الهاملي. هناك من خلال هذه المنافسة بست دقائق 9 ثواني 5 أجزاء من الثانية. وخامسا الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري حيث قطعت مسافة السباق هنا مشاهدين الأعزاء في 6 دقائق 10 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أسعد الله